يعطيكم العافية. هلأ نحن بدنا نبلش بالإكزرسايز. بهيدا السؤال هني قالوا لنا إنه كان في عنا سيارة مثل ما شايفين ماشية على هيدا الطريق بكونستانت سبيد. مجرد قالوا كونستانت سبيد معناته أنا مفروض أعرف إنه تنجنشال أكسلريشن بتساوي صفر، يعني أنا وقت اللي بدي أطبق نيوتن بحط F نت بتساوي الماس ضرب النورمال أكسلريشن، والنورمال أكسلريشن بتساوي V سكوير على R. طيب فهو وطالع، يعني هو وبهيدا القسم من الطريق، كانت الرياكشن اللي عم يعملها الكار سيت عليه للي عم بيسوق كانت صفر، يعني هو اذا بدكم كان مرتفع عن هيدا المقعد لانه طالع بسرعة على هيدي الطلعة. اوكي، فهن طلبوا انه قديش الرياكشن اللي راح يعملها الكار سيت هو ونازل بهيدي النزلة هون. طيب يا شباب، لكان هون رسمنا الرسمة الأمجة لتحت دايما، وهون عندنا الأمجة لتحت والنورمال لفوق. ليش هون ما حطينا النورمال؟ لأنه هن قالوا لي إنه بهيدي البوزيشن كانت الآن بتساوي صفر، فأخذنا نحن البوزيتيف لفوق. خلينا نبلش نطبق بالنيوتن بهيدي الحالة اللي هون. بنحط نحن F net إيجال M A. طب هون شوفي عنا، هون عنا ام جي بساوي ام اي، فبيطلع معنا والاي هون بساوي في سكوير على ار، طلعنا ام جي بساوي ام في سكوير على ار، طلع معنا الجي بتساوي في سكوير على ار. ماشي الحال. طيب هلا هون نحن شو عنا؟ عنا اف بساوي ام اي. الاف شو هني؟ هني ان ناقص ام جي بيساوي ام في سكوير على ار. طيب فهون بصير في عنا ان بيساوي ام في سكوير على ار ناقص زائد ام جي، ان بيساوي ام في سكوير على ار زائد جي. طيب هون احنا شو بنلاحظ؟ بنلاحظ انه v سكوير على r قديش بتساوي؟ بتساوي الجي كمان، صح؟ فإذا بصير في عنا هون n بتساوي m g زائد g، ف n بتساوي 2 m g. اوكي، فهيك نحن بتطلع في عنا بيطلع عنا ال n بهيدي البوزيشن اللي هون. طيب هلا نحن بنبلش بهيدا الاكزرسايز. بهيدا الاكزرسايز هن عاطينا لعبه، هيدي اللعبه عباره عن مثلث عليه ماس وله مسكه من هون، انا بقدر ابرم هيدي المسكه فبيبرم عندي المثلث مثل ما شايفين بهيدي الرسمه. اوكي، هون انا عندي هالمسكه فبعطيها ببرمها، ماشي ببرمها هيك فبيبرم عندي هذا المثلث. بس انا ابرم هاي المسكة بسرعة عالية فهاي الماس بتطلع لفوق، بس ابرمها على البطيء بتنزل هيدي الماس لتحت. فعطوني المسافة بين الماس والسنتر هي L ماس M، وعطوني الانجل ثيتا. قالوا لي لنفترض انه هي عم تبرم هيدي ال M، وهون ما فيش عنا فريكشن. قالوا لي لنفترض انه هي وعم تبرم ال M ثابتة مطرحها على هيدا المثلث، فبرهن لي انه بهالحالة بتكون ال V بتساوي راديكال جي L ساين ثيتا. طيب كيف انا بدي كيف انا بدي افكر لحتى اوصل للفي؟ هون هي مش عم تعمل روتيشن، الروتيشن مش بتولد لي النورمال اكسلريشن، النورمال اكسلريشن هي بتساوي في سكوير على ار، فانا بعرف انه بدي بلش من عند نيوتن. طيب بيجي انا بحط نيوتن، بحط البادي هون، ام جي دايما لتحت والان لفوق. طيب ليش انا اخذت الاكس والواي جالسين، ما اخذت مثلا الواي مع الـ مع الان والاكس مع هيدا الخط اللي هون؟ لانه بكل بساطه انا وقت اللي بدي اطبق نيوتن على الروتيشن واخذ الاي لازم تكون الاي بهيدا الاتجاه، ماشي الحال، لانه هي عم تعمل روتيشن بهيدا يعني بهيدا البلان هون، فالان عندي اياها بهيدا الاتجاه الاي ان، مش ال A N لهون أبدا، ال A N لهون. طيب فعشان هيك أنا أخذت ال X بهيدا الاتجاه.
طيب لكن نحنا لنبلش نحط بنيوتن. لكن على الاكس انا شوفي عندي، على الاكس انا عندي summation للفورس بيساوي ام اي، في عندي انا بس ال ان اكس، ان اكس تساوي ام اي اللي هي بتساوي ان ساين ستة بتساوي ام في سكوير على ار. طيب وعلى الواي انا شو عندي؟ على الواي انا في عندي ان كوساين ثيتا، ان كوساين ثيتا اللي هي بتساوي ام جي، صح؟ ان كوساين ثيتا ناقص ام جي بيساوي قديش؟ بيساوي صفر، يعني ان كوساين ثيتا بيساوي ام جي. اوكي طيب هلا نحن عنا من هون بيطلع انه ال n بتساوي ام جي على كوساين ام جي على كوساين ثيتا. اوكي هلا هن شو طلبوا مننا؟ هن طلبوا مننا انه نحن بدنا نجيب ال v. ال v نحن بدنا نجيبها من هون. طيب قالوا انه نحن بدنا، قالوا انه بالايكويشن اللي طلبوها طلبوا n، ما طلبوا ان. فاذا بدنا نبدل الان بشي بقلبه ام جي، صح؟ فاذا بنجيب الان من هون اللي هي ام جي كوساين ثيتا، اوكي، وبنبدلها بالان. شو بصير في عنا؟ بصير في عنا ام جي على كوساين ثيتا ساين ثيتا يساوي ام في سكوير على ار. طيب ام و ام بيروحوا، هول بيعملوا لي تانجنت، فبتصير في عنا جي تانجنت ثيتا بيساوي في سكوير على ار. هن طلبوا مننا الفي، فاذا الفي تساوي ار جي تانجنت ثيتا واحد على اثنين. اوكي بلشنا نقرب على الشكل المطلوب. هلا بنروح نحن بنطلع، هن قالوا بدهم ار بقلب ال بقلب الايكويشن، شيء بقلب الايكويشن هن طلبوا ال ما طلبوا ار. طب نحن شو اللي معنى اياه؟ معنى اياه هو الار، يعني من هون، من هون لهون. طيب شو بتساوي الار بالنسبه للال؟ الار بتساوي ال كوساين ثيتا، مزبوط؟ فاذا بصير الفي بتساوي ال كوساين ثيتا جي تانجنت ثيتا واحد على اثنين. طيب كوساين ثيتا مع تانجنت ثيتا شو بيعطوني؟ ساين ثيتا. فبتصير في بتساوي ال ساين ثيتا جي واحد على اثنين، اللي هو اللي هو الجواب اللي انا بدي احصل عليه. بهيدا الاكزرسايز هن عاطيننا اثنين ماس ام 1 وام 2، الام 1 بتساوي 4 كيلو، الام 2 بتساوي 3 كيلو، معلقين ب 2 سترينج، الام 1 معلقه ب سترينج 1 اللي طولها ال، وهيدا السترينج معلق بالام 2، والام 2 معلقه بسترينج 2 اللي هي كمان طولها ال. قالوا لي انه الام 2 عم تتحرك بسرعه بتساوي في، وانتبهوا هيدا مش عم تتحرك بشكل جالس يعني لهون، لا ابدا، هيدا عم تفتل حوالين هيدا السنتر، بس بهالنقطه كانت الفي اللي لها بهيدا الشكل. هلا اللي نحن لازم نعرفه انه الفي تبعت الام 1 هي بتساوي 2 ضرب الفي تبعت الام 2. ليش؟ لانه الراديوس اللي لها ضرب 2. هيدا الشيء نحن رح نرجع نشوفه بشكل مفصل بدرس الروتيشن بعدا، بس انه هلا لازم تعرفوا انه بس تدوبل، بس يدوبل الراديوس بيدوبل معه ال V. وعطونا انه ال V بتساوي 4 متر بير سكند. قالوا لي انه قديش التنشن بالسترينج 1 وقديش التنشن بالسترينج 2. اوكي
طيب يا شباب، لكن بنيجي بدنا نرسم الفرسات، في عنا نحن اول شيء هيدي الطابة اللي فوق، وهذا سترينج، الطابة اللي تحت، بيجي هون السنتر اللي عم يبرمو حواليه. طيب هيدي الطابة في عندها اوكي هون ام جي 1، هيدي اللي هون ام جي 2. طيب هون شو في عنا نحن؟ هون نحن في عنا التنشن تبع الحبل تي اوكي. ما حدا يفكر انه في عندي انا فورس لفوق، ماشي؟ دايما 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 بس يكون في عندي روتيشن، يكون في عندي شيء ماس معين عم تعمل روتيشن، دايما الحبل اللي كمشيته او شو ما كان اللي كمشه التنشن تبعه بتكون من الماس لعند السنتر، هيدا دايما. طيب هاي بالنسبه كانت لاول اول ماس. طيب تاني ماس شو في عليها؟ تاني ماس في عليها الام جي كمان، وفي عليها التنشن تبع هيدا الحبل بس لفوق، صح؟ يعني اذا هيدا اسمه تي 1 هيدا كمان تي 1 اوكي. وشو كمان عليها؟ عليها تي 2 اوكي. طيب خلينا نشتغل نحن بكل ماس لحال، لانه هن سالونا عن التنشن تبع سترينج 1 وسترينج 2. خلينا نبلش باللي فوق. في عنا اف نت بتساوي قديش؟ ام اي. طيب هون اثنيناتهم لنفس الاتجاه، راح احسب انا البوزيتيف لتحت اوكي، فبصير في عندي انا ام جي زائد تي بتساوي ام في سكوير على ار، تي بتساوي ام في سكوير على ار ناقص ام جي، تي بتساوي ام في سكوير على ار ناقص جي اوكي. طيب مع الام مع الفي مع هون الفي بتساوي 2 ضرب الفي اللي هن عطوني اياها، ماشي؟ ما بدي انسى. ومع كل هول بطلع انا التي، بتطلع معنا التي بتساوي 216 نيوتن. هلا نرجع ننتقل للماس اللي تحت، نرجع منطبق نيوتن. نيوتن قال اف مثل العادة اف نت بتساوي ام ا. شو هن الفورسز اللي هون؟ في عنا ام جي زائد تي 2 ناقص تي 1 بتساوي ام في سكوير على ار اوكي. فاذا نحن شو بدنا نجيب؟ بدنا نجيب التي 2، اذا تي 2 بتساوي ام في سكوير على ار ناقص ام جي زائد تي 1 اوكي. طيب تي 1 نحن طلعناها، تي 1 نحن طلعناها، وكل شيء باقي نحن معنا اياه. هون الفي هي الفي اللي هن عطونا اياها اللي هي 4، والار هي 1 ال، فبتصير تي 2 تساوي لحظة لأشوف لكن بدلنا هون كل شيء بقيمته. عنا الام بتساوي 3، وعنا الفي بتساوي 4 في سكوير، وعنا هون الار اللي هي ال بتساوي 0.5. اخر شيء بتطلع معنا تي بتساوي 283، ما بننسى اليونت اوكي. هلا قالوا لنا هون اي حبله، يعني نحن بس نزيد السرعة أي حبلة من الاثنين رح تنقطع بالأول. طيب منشوف نحن إنه السترينج 2 عليها تنشن أكبر من السترينج 1، فإذا هي اللي رح تنقطع بالأول. هلأ سؤال، إذا انقطعت هالحبلة، لنفترض إنه نحن بس في عنا سترينج 2، ما في عنا سترينج 1 وام 1، بس نحن عنا سترينج 2 وعنا هيدي الام 2 بس. فرضنا أنا ضليت نزيد سرعتها لحد ما انقطعت هيدي الحبلة. الام 2 من بعد ما تنقطع هيدي الحبلة، دغري من بعد ما تنقطع هالحبلة، لوين بيروح اتجاهها؟ يعني لوين بتتجه هيدي الام 2؟ اوكي، ففكروا بالسؤال وجاوبوني على الخاص. طيب بهذا السؤال هني قالوا لنا انه انا في عندي كوين، هذه الكوين وزنها 2 جرام، محطوطه على طاوله،
وهيدي الطاولة بتبرم يعني، وهي محطوطة بعيدة عن السنتر تبع هذه الطاولة مطرح ما هي عم تبرم، بعيدة 5 سنتيمتر. اوكي، وقالوا لي كمان انه هيدي الطاولة كل 3.14 ثانية هي بتبرم 3 برمات. اوكي، هلا وقالوا لي كمان انه هيدي الكوين ما عم بتزحط على هاي الطاولة، يعني ثابتة على الطاولة وعم تبرم معها. قالوا لي اول شيء انه شو هي السبيد تبع هيدي الكوين. هلا هيدي الطاولة نحن قلنا هيدا السنتر، عم تبرم الطاولة حوالين هيدا السنتر، وعلى هاي الطاولة حطينا هاي الكوين بعيدة عنا 5 سنتيمتر، فصارت هيدي التراجكتوار تبعت الكوين. قالوا لي جيب لي السبيد. السبيد قديش بتساوي؟ بتساوي المسافة، يعني V بتساوي X على T. طيب قديش هي المسافة اللي عم تقطع؟ هيدي مش سيركل والراديوس تبعها 5 سنتيمتر، فبتطلع في عنا 2 ضرب باي ضرب قديش؟ 0.05 متر. طيب هيدي عملتها 3 دورات، يعني عندي 3 ضرب هيدي السيركل على قديش؟ على التايم. قالوا لي بتقطعهم كل 3.14 ثانية. قالوا لي 3.14 بس لحتى تطيرها مع الباي، فبتطلع في عندي الفي بتساوي 6 ضرب 0.05. صفر خمسة قديش بتطلع؟ اوكي بتطلع عندي انا لكن 0.3 متر بير سكند. وهيك نحن بنكون طلعنا الاكسلريشن اللي بتساوي 1.8 متر بير سكند سكوير. شو رجعوا طلبوا مننا هون؟ طلبوا مننا الماجنتيود والدايركشن تبع الفريكشنال فورس. هلا نجي نحن نتطلع عنا هون هيدي الكوين، صحيح هي عم تبرم وعندها فيلوسيتي، بس نحن بدنا نشوف الفريكشن بينه وبين مين؟ الفريكشن بينه وبين الطاولة. فاذا نحن بدنا نشوف هل هي عم تتحرك على الطاولة؟ لا، هي ثابتة على الطاولة، عم تتحرك هي والطاولة. فاذا الفريكشن بينه وبين الطاولة منه كاينتيك، الفريكشن بينه وبين الطاولة هو شو؟ ستاتيك. اوكي طيب نيجي بنطبق نيوتن. نحنا نيجي نحنا بنحط الفورسز. اول شي في عنا الام جي لتحت، مقابلة في عنا الان، ماشي الحال. هيدي مش لتحت، هيدي مش مع الطاولة، هيدي لتحت الطاولة وهيدا هيك واقفة على الطاولة. اوكي هيدي الان والام جي لتحت، اما هيدي الاكسلريشن فهي مع فهي مع الطاولة ولجوا. فإذا الفريكشن بتكون لهون، أوكي لهيدا الاتجاه، يعني مع الأكسلريشن. فإذا F نت اللي على الأكس بتساوي M A اللي على الأكس. فإذا الفريكشن عندي إياها بس على الأكس، فإذا بتساوي الM 0.002 ضرب الالي 1.8، فبيطلع عنا اوكي 0.0036 نيوتن. هلا بيجي السؤال انه هل انا فيني من ورا هيدي الاف اللي طلعت طبق هيدي القاعده وطلع من وراها الميو؟ ما هي ان ضرب ميو بتساوي اف اس. طب انا هون طلعت الاف اس ومع الان، فبطلع من وراها الميو، بيمشي الحال؟ لا ابدا ما بيمشي الحال. ليش؟ لانه هيدي القاعده هي لها علاقه بالاف اكس بالاف اس ماكس حصرا. اوكي يعني اعلى اف اس هي بتساوي ان ضرب ميو، مش حيلا اف اس. اوكي والا انا بالمثلا الاف الكاينتيك اف كي، بلا الاف كي دائما هي ثابته، هي بتساوي ان ضرب ميو كي. اوكي بس الستاتيك فريكشن لا مش هيك. فانا بدي انطر لحتى بالسؤال يقولوا لي والله مثلا
انه اعلى راديوس كان في عندي بقلبه انا ستاتيك فريكشن هو 10 سنتيمتر. اوكي، فانا بدي اروح على ال 10 سنتيمتر، شوف قديش كانت الاكسلريشن، ارجع انا اطبق نيوتن لحتى اطلع منها الاف، وساعتها اجيب الميو. اوكي، مثل ما رح نعمل هلا. طيب هلا انا بجي بدي اطلع الميو، طبق نيوتن. نيوتن قال انه الاف نت على الاكس اكيد بتساوي ام اي اكس على الاكس. فاذا هون عندي بس الفريكشن بتساوي ام اي، الفريكشن هي ان ضرب ميو بيساوي ام في سكوير على ار. اوكي، فاذا الميو صارت ام على، بدنا نجيب الان لهون، الان قديش بتساوي؟ الان بتساوي ام جي ضرب الفي. قديش بتساوي في؟ بتساوي 3 ضرب 2 باي ار على 3.14. اوكي، سكوير على ار. فصارت عنا، صارت عنا الميو بتساوي، بزبط لشكلها ام وام بيروحوا، الباي مع 3.14 بيروحوا، هون في عنا سكوير للار فبتروح مع الار، بصير في عنا 6 سكوير ار على جي، معنا الار اللي هي 0.1 والجي معنا اياها 10، فبنطلع الميو بتساوي 0.36. وهيك نحن بنكون خلصنا السؤال. بهيدا الاكزرسيس اللي هلا انتم شايفينه، في عنا بلوك على منحنى، هذا البلوك وزنه 5 كيلو، الانجل هون عنا اياه نحن ثتا بيساوي 37 درجة، حطينا عليه فورس بتساوي 50 نيوتن، فبلش يزحط لفوق، يعني نحن كنا عم ندفعه لفوق بهيدي الفورس اللي هي بتساوي 50 نيوتن. وفي بين البلوك وهيدا المنحنى في عنا فريكشن، والميو للكاينتيك فريكشن بتساوي 0.3. فسألونا أول شيء إنه الماجنتيود والدايركشن تبع الأكسلريشن. أوكي، طيب نيجي نحنا بدنا نحط الفورسز. شو عنا؟ عنا MG دايما لتحت، عنا الـ N بهيدا الشكل، وفي عنا نحنا الـ kinetic، مش هو طالع لفوق، فإذا الـ kinetic friction دايما عكس اتجاه الحركة، معناته الـ kinetic friction لتحت، وعنا كمان الـ F اللي هن عطيونا إياها. ماشي الحال؟ طيب منيجي نحن رح نطلع الاكسلريشن، بنطبق نيوتن. نيوتن شو اجى قال؟ قال انه اف نت بتساوي ام اي. ماشي الحال؟ شو هن الفورسز اللي عنا اياهم؟ ان زائد الاف الفريكشن زائد ام جي زائد الفورس اللي هن عطيونا اياها بيساوي ام اي. مزبوط. طيب منشوف نحن على الأكس شو بيطلع عنا. طيب الفريكشن مثلا بتصير ناقص اف اكس، نحن طبعا اخذنا الأكس بهذا الاتجاه ماشي الحال مع المنحنى، واخذنا الواي بهذا الاتجاه ماشي، وهون البوزيتيف بطبيعة الحال. طيب الاف بتصير ناقص اف كي. اوكي، طيب الام جي بصير ناقص ام جي ساين ثيتا. طيب زائد الاف بصير هي اف كوساين ثيتا. اوكي، والان صفر. ليش؟ لانه ما لها علاقه بالاكس، هي نورمال، يعني هي في بينه وبين الاكس رايت انجل، فاذا ما خصنا فيها، بيساوي ام اي. ماشي الحال. طيب على الواي نحن شو عنا؟ على الواي عنا الان ناقص ام جي كوساين ثيتا ناقص اف ساين ثيتا. طيب بيساوي قديش؟ انا في عندي حركة على الواي، ما عندي حركة،
ما عندي acceleration أساسا، فإذا بيساوي صفر. أوكي، لا acceleration ولا حركة. طيب مش مطلع نحنا بدنا الـ A، يعني بنهتم بهيدي الإكويشن اللي هون مع الثتا مع الـ F مع الـ M. طيب بدي الـ FK، مع الـ FK لا، بس أنا شو معي؟ مع الـ ميو K. كيف فيني استفيد منها؟ ما الـ F هي بتساوي N ضرب ميو. طيب الـ N كيف بدي طلعها؟ بتطلع هون، طيب مع هيدي الـ equation ثتا معيها، F معيها، M معيها، كلهم بيساوي صفر، فإذا أنا بطلع شو؟ بطلع الـ N. بطلع الـ N و F K بيساوي ميو ضرب N، يعني بصير الـ F K بيساوي ميو ضرب M G كوساين ثتا زائد F ساين ثتا. مظبوط؟ اوكي، هيدي ميو مش كيو. طيب بس نجيب الاف منبدلها بهيدي الاكويشن وكل شي باقي نحنا معنا اياه، فاذا بنطلع الاي، الاي هي بتساوي ناقص 2.1 متر بير سكند سكوير. ماشي الحال؟ هلا رجعوا هني قالوا لنا انه والله هيدا البلوك نحنا كنا عاطينه في زيرو، يعني انيشال سبيد بيساوي 4 متر بير سكند. طيب قديش بده مسافة لحتى يوقف؟ مش نحن هلا طلعنا الاكسلريشن طلعت بتساوي ناقص 2.1، اوكي، يعني هيدا عم ببطئ سرعته. مزبوط، يعني بده يوقف اخر شيء، يعني عنده سرعة بده يخلصها واخر شيء يوقف. طيب بعد قديش مسافة بده يوقف؟ نجي نحن منطبق هيدي القاعدة. قاعدة شو بتقول؟ بما انه نحن لا عنا تايم ولا عنا شيء، عنا بس acceleration و velocity وبدنا نجيب ال x، فدغري منتجه نحو انه نقول v final square ناقص v initial square بساوي 2 a delta x. طيب ال a هلا نحن طلعناها 2 ناقص 2.1، v final نحن بنعرفها صفر لانه قالوا لنا وين بده يوقف، فاذا v initial عطونا اياها 4، بيبقى علينا نحن شو نطلع؟ الدلتا اكس. فاذا الاكس بتصير بتساوي v initial square على 2a. اوكي، هون عنا ناقص، فاذا بتصير ناقص 4 square على 4.2، فإذا بتساوي 3.8 متر. يعني أنا عطيته هيدي الـ V initial، فبعد 3.8 متر رح تخلص هيدي الـ V initial ويوقف عندي، توقف عندي هيدي الماس. طيب هلا شو رجعوا سألوا؟ رجعوا قالوا إنه هيدا البلوك وقت اللي بيرجع بيوصل ل لهيدي المسافة يعني، وسرعته تخف تدريجيا يعني، ويوقف آخر شيء. وقت اللي يوصل لهيدا الارتفاع مطرح ما واقف، هل هو رح يضل واقف أو رح يرجع يزحط وينزل لتحت؟ طيب كيف أنا بفكر بهيدا الشيء؟ كيف أنا بعرف إذا حيضل واقف والله رح يرجع يزحط؟ أول شيء بدي أعرف شو الشيء اللي بده يوقفه. اللي بده يوقفه هو الستاتيك فريكشن، فبشوف هل انا قادر امن له هيدي الستاتيك فريكشن اللي بتخليه يضل واقف ولا لا، هو بده ستاتيك فريكشن اكبر من اللي انا بقدر امنه. فمنشوف، برجع نفس الشيء، بحط الفورسز عندي هون ام جي وعندي ان، عندي الاف اللي عطوني اياه. هلا الفريكشن كيف؟ لتحت مثل فوق؟ لا، ليش؟ لانه هون نحن عم نحكي عن ستاتيك فريكشن. الكاينتيك فريكشن هو كان قبل عم يطلع لفوق، فالكاينتيك فريكشن هي بتكون عكس الحركة فبتكون لتحت. هلا انا عم بحكي عن ستاتيك فريكشن. ستاتيك فريكشن معناته شو؟ معناته عكس ميول الحركة، هو لوين بده يتحرك الستاتيك فريكشن بتكون بالعكس. طيب
هلا هو بده يزحط لتحت، فاذا الستاتيك فريكشن بتكون لفوق عندي اف اس. اوكي، طبق انا نيوتن. طيب هلا بهيدا السؤال هن قالوا لي انه انا في عندي هيدي العلبه، هيدي العلبه انا كبيتها من ال A بسرعه 0.8 متر بير سكند، كبيتها على هيدا المنحدر، هيدا المنحدر عنده انجل بيساوي 30 دجري وفي عليه فريكشن، الميو كاينتك بتساوي 0.3 وهذا المنحدر طوله 2 متر، ماشي الحال؟ طيب فاذا بدها تتغير سرعته هو ونازل، اوكي؟ فاذا وصل للبي عنده سرعة معينة غير ال VA، هلا احتمال تكون هي ذاتها مثلا، بس انه وصل للبي عنده سرعة معينة. هلا كمان هون على البي سي انا في عندي فريكشن، فاذا هيدي السرعه مش رح يضل محافظ عليها، بده يخسرها شوي شوي لحد ما يوصل للسي وتكون سرعته صارت بتساوي صفر. فالسؤال قال لي انه قديش هي المسافه اللي قطعها بعد البي، يعني قديش هي البي سي لانه هو وقف على السي. طيب كيف انا بيجي بفكر بهيدا السؤال؟ في قاعدة أنا بعرفها بتقلي إنه والله v final square ناقص v initial square بتساوي 2ax ناقص x صفر، مظبوط؟ طيب شو في عندي أشياء بهالقاعدة معي هون وشو في عندي أشياء ما معي هون؟ طيب ال v final يعني اللي هي vc قديش بتساوي؟ بتساوي صفر، هيدي ماشي حالها. طيب هاي كانت ال v final، ال V initial هي ال V B معي إياها؟ لا ما معي إياها. طيب تنشوف ال A معي إياها؟ لا ال A ما معي إياها، بس شو فيني أعمل؟ فيني طلعها من عند نيوتن. طيب الدلتا إكس، الدلتا إكس هي اللي بدي أجيبها، فإذا مشكلتي أنا بال V B، أوكي؟ ما معيش ال V B وما معيش ال A، فإن ال A بنطلعها بنيوتن. هلا كيف بدي أطلع ال B ال V B؟ طيب بيجي بتطلع أنا هون كمان بتطلع بنفس القاعدة، عندي أنا ال V final square ناقص V initial square بيساوي 2A X ناقص X 0. طيب عندي أنا هون ال X ناقص X 0 بيساوي 2 متر، هيدي تمام ماشي حالها. طيب ال A قديش بتساوي؟ ال A هون بطلعها من نيوتن، مظبوط؟ طيب شو بيبقى عندي؟ بيبقى عندي طيب ال V initial اللي هي ال VA معي إياها، فبطلع ال VB. اوكي طلعنا ال في بي، ف برجع ببدلها بالقاعده هيديك وبطلع الاي من نيوتن، فبطلع الدلتا اكس هون. طيب لكن اول شيء نحن بنبلش بالفورسز، في عنا ام جي وعنا ان وعنا اف. ليش حطينا اف لفوق؟ لانه الحركه لتحت. طيب نيوتن اجا قال انه F نت بساوي ام اي، شو هن ال F؟ هي ان زائد F زائد ام جي بساوي ام اي. طيب نيجي نحنا نشتغل على الاكس، اول شيء على الاكس نحن شو في عنا؟ في عنا ام جي ساين ثتا ناقص اف بساوي ام اي، فاذا نحن عنا ام جي ساين ثتا ناقص. طيب هيدي الاف قديش بتساوي؟ بتساوي ميو كي ضرب ان بتساوي ام اي. هلا نحن نجي بدنا نشتغل على الواي، على الواي نحن شو في عنا؟ في عنا ناقص ام جي كوساين ثتا زائد ان بيساوي صفر، فإذا عنا ان بيساوي ام جي
كوساين ثيتا. طيب شو بيطلع في عنا هون؟ بنبدل الان بهاي، لان احنا ما بنعرف الان، بنعرف الام، فبنبدل الان بام جي كوساين ثيتا، بيطلع عنا هون انه ام جي ساين ثيتا ناقص ميو كي ضرب ام جي كوساين ثيتا يساوي ام اي. اوكي طيب، فاذا انا صار معي كل شيء، بطلع شو؟ بطلع الاكسلريشن هي والماس عم تنزل. اوكي لكن انا هي والماس عم تنزل، صار عندي الاكسلريشن، وصار عندي وانا عندي الاكس، فاذا شو بجيب؟ بجيب الفي هون، اعطيني هن الفي انيشال، بجيب الفي فاينل اللي هي الفي بي. اوكي طيب بنبدل هون كل شيء بقيمته. اوكي بيطلع معنا الاكسلريشن انه هي بتساوي 2.4 متر بير سكند سكوير. طيب نيجي نحن هلا بنحط القاعده، قاعدة بتقول ال v final square ناقص v initial square بتساوي 2 a x ناقص x 0. طيب ال a نحنا طلعناها 2.4، x ناقص x 0 على علم كانت 200، عفوا 2 متر. طيب ال v initial اللي هي كانت 0.8، ال v final نحنا هلا بدنا نطلعها، فإذا بتطلع معي أنا ال VF بتساوي 3.2 متر بير سكند. اوكي طيب هلا شو صار معي أنا؟ برجع على ال PC، يعني برجع أنا على الخط الجالس. اوكي نحن هون كان في عنا منحدر، لكن زحطنا العلبة من هون بسرعة بتساوي 0.8، زحطت 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 وصلت لهون بسرعة 3.2. طيب وهون انا عندي فريكشن، فبدي اشوف بس توصل وتوقف، كان بس تصير هون ال V بيساوي صفر، قديش قطعت مسافة من هون لهون؟ هذا هو السؤال. اوكي طيب طيب نفس الشيء هلا انا هون شو صار معي؟ صار معي V initial اوكي، وصار معي ال V final. هون برجع بطبق القاعدة اللي بتقول انه v final square ناقص v initial square بساوي 2 a x ناقص x 0. طيب ال x ناقص x 0 هي ذاتها شو؟ ال بيس اللي انا عم طلعها. طيب مع ال v final اللي هي بتساوي 0، مع ال v initial اللي هي بتساوي 3.2، اوكي شو بيبقى علي طلع انا؟ بدي طلع ال a. من وين تطلع الاي؟ تطلع الاي من نيوتن، ماشي الحال. طيب بيجي لحتى احط الفورسز هون، انا شو في عندي فورسز؟ لنفترض هو هذا الجسم هون، شو في عندي فورسز؟ عندي هون ام جي، وعندي انا الان، وعندي انا الفريكشن. اوكي طيب على الاكس انا شو في عندي؟ يعني على الاكس انا عندي بس ناقص اف بيساوي ام اي. اوكي وعندي انا على الواي، على الواي انا في عندي ام جي بيساوي ان، مظبوط. طيب فاذا هون شو بتعطيني؟ بتعطيني ميو كي ضرب ان بيساوي ام اي ميو كي ضرب ام جي بيساوي ام اي. الام والام بيروحوا، فاذا بيبقى عندي انا انه ميو كي ضرب جي بيساوي اي. طلعنا هون شو؟ طلعنا هون الاكسلريشن. اوكي فالميو كي كانت 0.3 ضرب 10 بدها تصير 3 متر بير سكند.
سكوير. طيب طلعت معي أنا هون الأكسلريشن شو؟ بوزيتيف. شو يعني؟ يعني سرعته عم بتزيد. يعني أنا هون عطيته سرعة بتساوي 3.2 متر بير سكند، ف سرعته عم بتزيد. هل هيدا الشيء منطقي؟ أكيد مش منطقي. ليش؟ لأنه هون في عنا فريكشن، مزبوط، يعني سرعته لازم تنقص. طلع وين الغلط؟ طلع انه انا هون حاطط ناقص اف بيساوي ام اي، هون شايل الناقص فبدي ارجع احطها، فبتصير ناقص 3 متر بير سكند سكوير. اوكي، فرح ترجع الجواب عندي مزبوط. فاذا هون شو بنكون طلعنا؟ بنكون طلعنا الاكسلريشن. اكسلريشن صارت بتساوي ناقص 3. صار معنا كل شيء، بيبقى انا علي اطلع الاكس ناقص اكس زيرو، يعني هي المسافة بي سي اللي هي هون بتطلع معنا 1.7 متر. اوكي، هيك بنكون نحنا خلصنا الاكسرسايز هيدا. بهذا الاكسرسايز قالوا لي انه انا في عندي ماسة صغيرة بتساوي 5 كيلوغرام محطوطة على ماسة كبيرة بتساوي 10 كيلوغرام. اوكي، قالوا لي انه اذا اجا شخص ربط هاي الماسة الكبيرة بحبلة وشدها، هلأ بين الماسة الكبيرة والارض انا ما في عندي فريكشن، بينما بين الماسة الصغيرة والماسة الكبيرة انا في عندي فريكشن وعطيني الميو ستاتيك لها. طيب هلا انتو بتعرفوا انه انا اذا اجيت شديتها بقوة، اوكي، هيدي الماس الصغيرة رح تزحط لورا وتوقع عن هالماس الكبيرة، بينما اذا شديتهم شوي شوي رح يضلن قاعدين فوق بعض ويمشوا مع بعض. السؤال قال لي هون قديش هي اكبر فورس بقدر شد فيها هيدي الماس، اوكي، وضلني محافظ على هيدي الماس قاعدة فوقها ما تزحطش عنها وتوقع. اوكي، طيب كيف انا بجي بفكر بهذا السؤال؟ بقول انا طيب لحتى انا ما زحت هاي الماس عن البلوك الكبير شو لازم اعمل؟ لازم حافظ على ستاتيك فريكشن، ماشي الحال. طيب قديش لازم يكون عندي ستاتيك فريكشن؟ طيب بتطلع انا هون قالوا لي انه اكبر فورس انا ممكن شد فيها هاي الماس لحتى هاي ما تزحط، يعني انا بدي اتطلع انه ماكسيموم انا قديش بقدر امن ستاتيك فريكشن. هون بتطلع بلش انا اشتغل بالعكس، بقول قديش بقدر امن هون ستاتيك فريكشن، اوكي، وعلى هيدا الاساس بتطلع انا قديش بقدر امن فورس. اوكي، طيب بنيجي نحن هلا بنحط الفورسز، نجي نطلع هون على هيدي الماس الصغيرة شو في عندي فورس؟ على هيدي الماس في عندي الام جي اللي إلها وعندي انا الرياكشن. اوكي، طيب بيبقى عندي هون ام جي وهون الان. طيب بيبقى انا هون شو عندي؟ عندي انا هون الستاتيك فريكشن. طيب ليش انا حطيتها لهالمينة مش لهالمينة؟ لانه بكل بساطة الستاتيك فريكشن هي بتعارض، يعني اتجاهها بيكون عكس الميول تبع الحركة. طيب انا اذا شديت هيدا الماس بهيدا الاتجاه، هيدي لوين بتميل انها تتحرك؟ بتميل انها تزحط لورا، فاذا هي بدها تتحرك لورا بالنسبة لهيدا البلوك، فاذا الستاتيك فريكشن بتكون لقدام. اوكي، هلا بالنسبة لهون عندي انا تحت ام جي وعندي ان وعندي كمان الاف اللي انا عم شد فيها. اوكي، طيب فاذا انا بيجي بقول انه اف نت بيساوي ام اي. طيب هلا على الاكس ونحن عم نشتغل على البلوك الصغير، اوكي، عم نشتغل هلا نحن على هيدا البلوك، هول الفورسز على هيدا البلوك. طيب الاف نت قديش بتساوي؟ اذا قلنا على الاكس نحن عم نحكي عن بس فريكشن، اوكي، بيساوي ام اي بس. الفريكشن قديش بتساوي؟ بتساوي ان ضرب ميو
تساوي ام اي. طيب غيره في عنا شيء؟ لا ما عنا شيء. طيب بنشتغل على الواي. على الواي شو في عنا؟ في عنا ان وفي عنا ام جي. ان ناقص ام جي بيساوي شو بيساوي؟ بيساوي صفر. ليش؟ لانه انا ما عندي acceleration لفوق ولا تحت، وما عندي اصلا حركه. فاذا بيكون في عنا عندي الان بيساوي ام جي. بدل الان هون، فبتصير انا عندي الام جي ضرب ميو بيساوي ام اي. اوكي، فبتطلع انا عندي جي ضرب ميو بيساوي اي. اوكي، فاذا هون انا شو طبقت؟ هون انا كنت عم بحكي عن الاف اس. اوكي، يعني انا عم بحكي عن اعلى ستاتيك فريكشن. طيب اعلى ستاتيك فريكشن امتى بتكون موجوده عندي؟ بتكون موجوده عندي وقت اللي بتكون الاكسلريشن بتساوي جي ضرب ميو. خلينا نشوف هون قديش كانت الميو. الميو كانت 0.35. اوكي، فاذا اعلى فريكشن انا عندي بتكون وقت اللي بيكون في عندي اي بيساوي 3.5 متر بير سكند سكوير. اوكي، يعني انا مجرد كانت الاكسلريشن لهيدا البلوك اكثر من 3.5 متر بير سكند سكوير، فاذا شو هيدا راح يضغط. ماشي الحال؟ طيب هات لنشوف قديش لازم تكون هيدي الفورس لحتى هيدي الماس تمشي ب 3.5 متر سكوير. كمان نرجع منطبق نيوتن. طيب هلا بيجي انا هون بدي طبق نيوتن لحتى طلع هيدا السيستم قديش عم يتحرك. طيب انا قلت انه لازم هيدي الاي، عفوا لازم هيدي الماس تمشي باكسلريشن اي. قديش لازم تكون فورس لحتى هيدي تمشي باكسلريشن اي؟ بما انه هولي يعني لازم يضلن ثابتين بالنسبة لبعض، لازم يضلن معلقين ببعض، فاذا هيدي كلياتها لازم تمشي كمان بنفس هيدي الاي اللي هون. طيب بيجي انا بطبق نيوتن. طيب الاي اكيد بدها تكون على هيدا الاتجاه، فبطبق نيوتن على الاكس. بقول انا انه اف زائد، طيب شو بعد عندي فورسز على الاكس؟ عندي الفريكشن. الفريكشن بحسبها شيء؟ ابدا. ليش؟ لانه هذه صارت انترنال فورس. انا فوق حسبتها لانه كنت عم باخد بس البلوك الصغير. اوكي، فاذا هذه صارت فورس على البلوك الصغير. ماشي الحال؟ اما وقت اللي صرت انا عم باخدهم سيستم واحد هولي كلهم، نحن قلنا انه كل شيء فورسز بين اثنين، بين اثنين بارتيكل تبع السيستم الواحد، هيدا اسمه انترنال فورس. ماشي الحال؟ طيب فاذا انا بصير في عندي اف زائد ولا شيء بيساوي ام. اول شيء طيب هلا الماس قديش صارت؟ صارت بتساوي الام كبيره زائد ام صغيره شو؟ جي. ماشي الحال؟ هيدي عفوا ام كبيره زائد ام صغيره اي. اوكي، طيب فهلا الاي انا عندي طلعت قديش هي 3.5، وال2 ام انا معي هون، فبطلع الاف اللي انا بدي اياها. اوكي، فاذا بيطلع انا عندي الاف بتساوي 52.5 نيوتن. هيدي هي الماكسيموم اف اللي انا بقدر شد فيها. اذا بشد بعد اكتر شوي شو بصير؟ هيدا البلوك، اذا بشد بعد اكتر شوي شو بصير؟ هيدا البلوك بيزحط لورا، واذا بشد اقل شو بصير؟ ما بصير شيء، عادي بتضل تمشي بشكل طبيعي. اوكي، ليش؟ لانه انا هون طبقت الاف اس ماكس. ماشي الحال؟ لانه انا اذا بشد بفورس اقل شو بضل عندي اف اس، بس ما بتضل ماكسيموم. اوكي، هيك بنكون خلصنا هيدا السؤال. طيب يا شباب، لكن بهيدا السؤال هن شو قالوا لنا؟ قالوا انه في عنا بلوك ام وزنه 1 كيلوغرام، حاطينه بهيدا الشكل. عنا هون البي بيساوي 60، البتة بتساوي 60 دجري.
ونحن كابسين عليها بفورس بتساوي يعني اف بتساوي 15 نيوتن، ماشي الحال. هلا وعندي بين الام وعندي هيدا الزيح عندي مثل عندي يعني فريكشن، فعطين الميو اس ميو ستاتيك بتساوي 0.6 والميو كاينتيك بتساوي 0.5، ماشي الحال. واعطيني الجي بتساوي 10. هلا السؤال، هل هيدا الجسم من بعد ما انا كبست عليه هيك، هل هيدي الفورس رح تثبته مع الحيط ولا لا بده يزحط؟ طيب كيف نحنا بدنا نعرف؟ نحنا منشوف لحتى يضل ثابت قديش بحاجة لستاتيك فريكشن، اوكي؟ نحسب الستاتيك فريكشن اللي هو بحاجة لها لحتى يضل ثابت، ماشي؟ نطلع هل الميو اس والان قادرين يأمنوا لي هالستاتيك فريكشن اللي انا بحاجة لها؟ اذا ايه بيكون تمام، لكن هذا بضل ثابت. اذا لا مش قادرين يأمنوها، يعني انا بحاجة لفريكشن اكبر، معناته انا اساسا ما عندي ستاتيك فريكشن. برجع انا شو بعمل؟ برجع انا للكاينتيك فريكشن، برجع بحسب الاكسلريشن اللي هو رح ينزل فيها، ماشي الحال. طيب لكن منبلش بنحط الفورس، بنحط النيوتن، ومنبلش نحسب قديش بحاجة هو لستاتيك فريكشن. طيب هلا بنيجي نحن بنحط الفورسز هون، في عنا نحن هون ام جي، في عنا هون ان اللي هي النورمال رياكشن يعني، وفي عندي انا هون الاف اللي عم بعطيها، وفي عندي الاف اس ستاتيك. طيب لانه انا هون حسبت يعني قلنا فرضا هي واقفة، قديش بدها static friction رح تضل واقفة. طيب بما انه نحن قلنا انه هول واقفين، معناتها شو عندي summation للاكسترنال فورس؟ شو بتعطي؟ بتعطي زيرو، لنفترض ما انتبهنا انه زيرو. رح حط انا summation للاكسترنال فورس بيساوي ma، ماشي الحال. طيب بما انه ما عندي acceleration وما عندي حركة من الاساس، فاذا هيدي بدها تروح على الصفر، summation للاكسترنال فورس بيساوي صفر، ماشي الحال. طيب شو هن الاكسترنال فورس؟ الاكسترنال فورس هن اف زائد ام جي زائد، انتبهوا الفيكتور بيكون للجي مش للام جي كلها لانه هذه كونستانت، زائد ان زائد اف اس بيساوي صفر. طيب منشوف نحن على الاكس اكسس، ليش؟ لانه نحن بدنا نطلع الاف اس، مظبوط. طيب على الاكس انا في عندي اف كوساين بتا زائد ام جي ساين بتا، الان بتصفر ناقص اف اس بيساوي صفر. طيب شو معناته هالحكي؟ معناته انه انا عندي الاف اس بتساوي اف كوساين بتا زائد ام جي ساين بتا. طيب مش انا معي كل شيء، مع الاف ومع البتا ومع الام، فشو بطلع؟ بطلع الاف اس. هيدا الاف اس طلعت معنا بتساوي، من بعد ما بدلنا كل شيء بالارقام، طلعت بتساوي 8 نيوتن، ماشي الحال. فاذا انا لحتى خلي هيدا الجسم ثابت مطرحه، انا بدي اف اس بيساوي 8 نيوتن. هلا بشوف هل انا قادر امن هول 8 نيوتن ولا لا. فبيجي انا بتطلع على الفورمولا اللي هي اف اس ماكس بيساوي ميو اس ضرب الان، هيدي اعلى فريكشن بقدر انا امنها. بشوف انا هل ميو اس ضرب ان اكبر من هاي؟ اذا اكبر يعني ايه انا بقدر امن هاي، اذا هيدي اصغر يعني ما بقدر انا اطلع 8 نيوتن، فاذا انا في عندي كاينتيك فريكشن. هلا بيبقى عندي انا ما انا الميو اس، بيبقى عندي الان. الان كيف بدي اعملها؟ بعمل بروجكشن على على الواي وبطلع ساعة الان، اوكي، بدلها بهيدي الفورمولا وبشوف انا ماكسيموم قديش انا بقدر اطلع ستاتيك فريكشن، وبنشوف بقدر امنهم ولا لا. طيب لكن على الواي الاف شو بتعطينا؟ الاف بتصير ناقص اف
ساين بتا، مزبوط. الام جي بتصير زائد ام جي كوساين بتا. بيرجع عندي اهم شيء اللي هي ان بيساوي قديش، بيساوي ام اي والله صفر، لا اكيد بيساوي صفر لانه هي ما عم تتحرك على الواي، هي مش عم تتحرك اساسا، نحن اخدين انه دي ستاتيك فريكشن يعني كله عنا صفر، ماشي. فاذا الان صارت بتساوي اف ساين بتا ناقص ام جي كوساين بتا مع الاف ومع البتا ومع الان، فاذا بتطلع انا الان. طيب منبدل كل شيء بقيمته بتطلع معي انا الان بتساوي 8 نيوتن لحاله، هيدي الان. طيب اذا الان انا طلعت معي بتساوي 8 نيوتن، الاف اس ماكس قديش بدها تساوي؟ صارت الاف اس ماكس بتساوي 0.6 مثل ما هن عطوني اياها ضرب 8، بيطلع معي الجواب 4.8 نيوتن. لكن اعلى فريكشن انا بقدر امنها هي 4.8 اللي بحاجه لها هي 8، فاذا انا ما بقدر امن لها ستاتيك فريكشن معناتها، فاذا انا ما بقدر امن لها ستاتيك فريكشن معناتها انا عم بحكي عن كاينتيك فريكشن. طيب فاذا انا ما عندي ستاتيك فريكشن، عندي كاينتيك فريكشن. الكاينتيك فريكشن الميول اللي لها بتذكر كان 0.5. شوف انا عندي 0.5 وعندي انا الان هي 8 نيوتن، فبتطلع انا الكاينتيك فريكشن اف كي، او خلينا نحطها اف كي بتساوي 0.5 ضرب 8 بيساوي 4 نيوتن، هيدي الكاينتيك فريكشن. طيب فاذا رح يزحط لتحت، اوكي، وفي انا عندي فريكشن كاينتيك فريكشن صارت لفوق بتساوي 4 نيوتن، فيني انا صار بكل بساطه احسب الاكسلريشن. اوكي الاكسلريشن هي على اي اتجاه؟ الاكسلريشن هي على على الاكس، اوكي، يعني حسب الاي. طيب هلا هون انا في لزوم ارجع انا احط الواي والاكس لحتى اطلع الان؟ لا، ليش؟ لان انا خلص صرت بعرف كل اللي على الاكس، ماشي الحال. بتطلع على الاكس انا عندي اف كوساين بتا زائد ام جي ساين بتا ناقص اف اس، هون مش اف اس، انا عندي اف كي، هات لارجع اكتبها على الاكس. صار عنا اف كوساين بتا زائد ام جي ساين بتا زائد اف كي بيساوي قديش؟ بيساوي ام اي. طيب معي انا الام مع الاف كي اللي هي 5 نيوتن، وهذا يمكن واحد مع البتا ومع كل شيء باقي، فاذا شو بعمل؟ بطلع الاي. اوكي بتطلع معي الاي بتساوي 12.16 متر بير سكند سكوير، ماشي الحال. لكن نحن بشكل عام صرنا عارفين كتير أمور لحد هلأ. صرنا عارفين إنه الآن نحن كيف بنحطها وكيف بيكون اتجاهها. صرنا عارفين إنه أنا في عندي نوعين من الفريكشن، الستاتيك فريكشن وقت اللي ما بيكون في عندي حركة، والكاينتيك فريكشن وقت اللي بيكون في عندي حركة. كاينتيك فريكشن دايما ثابتة، الستاتيك فريكشن لا بتتغير حسب الحاجة، حسب انا قديش بحاجه لاستاتيك فريكشن. وفي عندي انا الاف اس الاف ماكس بحسبها بالفورمولا اللي هي ان ضرب ميو اس، والكاينتيك فريكشن دائما هي ثابته بتساوي ان ضرب ميو كي. وصرت انا بعرف كيف انا بدي اتعامل مع نيوتن. يعني انا مثلا اول شيء شو بعمل؟ اول شيء انا بحط على الواي، عفوا على الاكس، ماشي، لحتى اطلع الاي. بيبقى عندي الان انا ما معي اياها، فبقوم انا بعمل بروجكسيون على على الواي لحتى اطلع الان، برجع انا ببدلها بالفورمول تبع الاف اللي هي ان ضرب ميو، وبطلع الاف، ساعتها بصير في طلع الاي. اوكي ف تقريبا كلهم عم ينحلوا على نفس هيدي الطريقه مثل ما شفتوا. هلا بقي في شويه اشياء انا ما حليتها،
فبفضل حلها وقت اللي احنا بنفوت بدرس الروتيشن. اوكي وكلهم بالمبدأ صاروا نفس يعني نفس المبدأ. اللي عنده أسئلة اليوم راح يكون عندنا حصة على الزوم، على الزوم بصراحة، لأنه التيمز أنا مش عم اشتغل عندي. حضروهم منيح. أنا حاولت ما كتير فصل أنا وعم بحكي لحتى ما يطلع الفيديو طويل وممل، وحتى طلع الفيديو أقصر مما أنا متخيل. درسوهم منيح، واللي عنده أسئلة أكيد يسألني.